24 সত্য ও শান্তির পথে আহ্বান। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া ক্বালাল লাযীনা লা ইয়ারজুনা লিক্বা'ানা লাউলা উনজিলা আলাইনা আল মালায়িকাতু আও নারা রাব্বানা লাক্বাদ ইসতাকবারু ফী আনফুসিহিম ওয়া আতাউ উতুওয়ান কাবীরা। يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه وأخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدمرنا تدميرا ولقد أطوا على القرية التي أمطرت مطرا سوى فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الرسول إن كاد يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد ظل ولو شاء لجعل له ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهد به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا صهرا وكان ربك قدرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما وفي ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد لمن أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليه صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من رحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى لئت القوم الظالمين قوم فرعون ولا يتقون قال بإني أخاف أن يكذب ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين نصل معنا بني إسرائيل قال ولم نر بك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سن وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففرت من كل ذاخته فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غير لأجلعنك من مسجون. قال ولو جئتك بشيء. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا اتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصا فإذا يتألقوا ما يأفكون. فألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلب. إنا نطمع يغفر لنبنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجامع وإنا لجميع حاذر. فأخرجناهم من جنة وعين وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فاتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق قد طغى العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومعه أجمعين. ثم قرقنا الآخر إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واطلع على النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما تدعون؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدم. والذي هو يطعم ويسقي. وإذا مرضت فهو يشفي. والذي يبيتني ثم يحيي. والذي أطمع يغفر لي خطيئة يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالح. واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. واجعل لي لسانا واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين.
وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيهم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافع ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسل إذ قال لهم أخونا نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجي إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرضون قال وما علم بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا من طارد المؤمنين إننا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينه فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك البشر ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع الآية وتعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأول وما نحن بمعذب فكذبه فأهلكناهم إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب ثمود المرسل إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعين وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب من معلوم ولا تبسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادما فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم على من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكرى من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل لنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم يا القائلين رب نجن وأهلي مما يعملون فنجن وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزروا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إن ما أنت من المسحر وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لآية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فأتيهم بغضة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذاب لا يستعجل أفرأيت إن متعناهم سن ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت من شياطين وما ينبغي لهم ولا وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر وتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك من التولى واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل شياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين يأمرون بالمعروف والصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تسألون فلما جاءه نودي من بورك من في النار ومن حوله وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأن جن ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلا فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت يا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وادخلني في برحمتك في عبادك الصالحين وذا
تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال حط بما لم تحد وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجحدوا به وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فألقه إليه ثم تول عنه فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أعزة أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدية تفرحون يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبلهم بها ولو نخرجن من أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعشرها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفرة من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوى من مقامي وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك بقبل أن يرقد إليك طرف فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإن بيشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشا انظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرش قالت كأنه أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرف فلما رأت وحسبت رجلا وكشفت عن ساقها قال إنه صرح مراد من قواري قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وممن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يصيدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوله ما شهدنا مهلك مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكر أن دمرهم قومهم أجمعين فتلك بيوت خافية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وهجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس يتطهرون فهجينا وأهله إلا امرأته قدرنا إلى الغاب وأمطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير مما يشركون صدق الله العظيم.